متابعي قناة الجزيرة مباشرة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقيكم في هذا البث المباشر من مدينة طلبيط بولاية شمال كردفان، ونحن في حضرة أسرة الفقيد محمد آدم الذي يعمل بقوات الشرطة أو شرطة مرور ولاية شمال كردفان. هو أحد ضحايا هذه الاشتباكات التي دارت في الأيام الماضية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة. نحن الآن متواجدين داخل منزل أسرة الفقيد، ومعانا أخوانه وأخواته، وحنتعرف عليهم وحنعرف الحاصل شنو. يمكن جولة داخل البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لكل فقداء هذا الوطن بسبب هذه الحرب وهذه الاشتباكات اللي دارت الأيام الماضية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة. يمكن الصورة زي ما بتحكي لنا الآن، نحن بنشوف والدة الفقيد محمد. السلام عليكم، بيان عرفين عليك وربنا يصبرك والبركة فيكم. السلام ورحمة الله. عرفين عليك. اسم مريم عيسى حامي السالم، والدة محمد آدم أحمد خميس. احكي لنا حصل شنو. والله محمد ده كان إني جارني هنا يتوفى، أصبح الصباح مشي يعني هم ستر وياه. جانا قال لي أمي أنا خلاص ماشي نضرب ولا، قال لي أنا لأن نمشي. مهم طلع مشي وطربونا السرعة اللي نمشي. مهم أكت زي ساعة ولا ساعتين كده. مهم قال لنا محمد مضروب، وفي النهاية غاتوا زي ما قالوا. بعد ساعتين ثلاثة قال لنا الشيش الأول قال لنا مضروب في كرة، في النهاية قال لنا ضربة في الرأس توفى الحمد لله. والحاصل انت تلغيت الخبر كيف؟ والله لغينا، بس جاتنا واحدة كده بس قال ضرب. لا واحد قال لا يا أخي تكلمي مريم دي، قال لا أخو هذا انضرب في كرة أول كده قال لنا كده. المهم قال لنا يجي واحد قريب عليه، قلنا عيسى يمشي أخوه، وأخوه مشى. لو مشى المهم لقى مستشهد. كلمني شوية عن محمد. والله محمد يعني زول ما شاء الله، زول حنين ولد طيب يعني ما شاء الله، يعني حنين على أمه والأخوان ما شاء الله، يعني ما بتصف غايته ما شاء الله الحمد لله. ما بقصر مني ولا مني أنا ولا من أخوانه الحمد لله. زول طيب وزول حنين يعني الحمد لله، ربنا يصبرنا عليه يا رب إن شاء الله. ما سهل زول، ما سهل والله زول ما شاء الله. يعني الأسرة كلها دي ما قالوا ما مقصر منا، ما مقصر مني أنا ولا من أخواته ولا من أخوانه ولا من زوجته ولا من ولده. بس الله يدي العافية إن شاء الله يا رب الحمد لله. يعني ما زول ما سهل يعني، لكن نقول ربنا يصبرنا عليه إن شاء الله يا رب. ما سهل والله، فقد جلل والله يا ابني الحمد لله. ما سهل الحمد لله، ربنا يصبرنا عليه إن شاء الله يا رب الحمد لله الحمد لله. برضو في الجانب الآخر معنا برضو أخت الفقيد، برضو حنتعرف عليه. اسمي نعمة، اسمي نعمة، نعمة، نعمة آدم. نعمة احكي لي أنا الحصل شنو يعني. جدتي قالت لي والله غايته ما عارفة، لكن ضرب شديد. لكن نحن ديل كده نقوم ونشوفه شوية كده، ده كان الضرب شديد زي ده ندقه لمحمد كان كويس. نحن من نيوكم هناك خلاص فجأة كده ده خلاص مع الهناية. قلت لهم لا أنا معناته أخوي ده نهاية ما كان كويس. خلاص لما دقيت قال لي والله محمد ده يتوفى. ياهو الطريق قافل، لكن يوم ياهو يوم الرابع يوم في ياهو لقيت الشارع فتح ياهو جيت وطال حاصل. لكن والله يا أخوي ده ما هين يعني، أنا أسي أنا أخوي ده يعني أنا أخته الكبيرة والله ما مخليني محتاجة لشيء. لا أنا حتى بناتي ديل حتى أبوهم لو في ما بقولوا لي أبوهم، بقولوا يا خالي احنا يا خالي دارين الحاجة كده. حتى يوم الأربع ده رسل لي خبيزي ورسل لي عيديتي، عندي بنتي واحدة كده قالت لي يا خالي أنا دار الحاجة دي كده. قال الله والله عندنا قروش، إذا جات أنا بنجيب ليك. عندي بنتي الكبيرة دي قاعدة معي، كنت عيانة أنا خالة، قال لها أركبي يعني سيبة تعالي. والله أمي دي تعبانة شوية يعني جاد مطل حصل. بس
لكن الله يا أخوي نما، أخوي نما هين. أنا أخته الكبيرة دي عدنا، أنا بناتي ديل يعني حتى أبوهم دولوا هنا ما بيقولوا الحاجة دي دارينا لأبوهم، بيقولوا يا خالي يعني إحنا دارينا الحاجة دي كده، بس ربنا يرحمه بس يجن إن شاء الله. ربنا يرحم محمد، يمكن أخوانه في جيرانه هم برضو معانا في البيت، برضو شقيقته برضو نتعرف عليها. عليكم السلام ورحمة الله. اسمي زهرة، ده محمد خميس. زهرة احكي لنا كيف تلقيت الخبر. والله انا كنت في بيت جيراني عندهم عزا، واتصلت علي بنت اختي قالت لي خالي انضرب. اتصلت هناك في الغياده عندي عم ولدي هناك، قلت له شوف محمد ده، قال لي محمد مضروب ضربه خفيفه في الراس. المهم معي جيراني فضل الله عبد الرحيم وعبد الله محمد نور، مشينا لقينا معي امي الشارع كعب، جينا راجعين. المهم اتصل لي عم ولدي بعد ساعة قال لي محمد ده توفى مضروب في الرأس. المهم يا أخو بصر حصل دي قسمته وربنا يتقبله. متزوج محمد؟ متزوج يعني من بنت خالتي، عنده ولد من 11 شهر. حتقول شنو للأطراف اللي بتتصارع دي سواء كانت دعم سريع أو الحكومة؟ والله يقول لهم بس فقدنا شباب كثير في الوطن بسببهم يعني. فقدنا بس. محمد ما كان زوج ساهل مع الكبير ومع الصغير. أنا بخدتنا وبهدينا وبنصحنا، عاملني أنا هو أكبر من أنا أكبر منه بخمسة سنة طريقي طوالي، كيف بنصحني وبحكي لي، المهم بهديني ويعني بحب لي معانا. المهم كنا لامين يعني قبل يتوفى ده بأسبوع كده، أكلنا سوا وشربنا سوا. المهم غايته دي قسمته كده، بس ربنا يصبرنا على فراقه. برضو معانا أخت الثقيل، برضو هنتعرف عليها. مريم آدم أحمد خميس، أخت الشهيد محمد آدم أحمد. هو يوم الخميس جوني صحباتي قالوا لي إحنا ضربوا لنا من السلاح الطبي، قالوا محمد ده معوق في رجله وفي اسمه يد ورجله، قاعدين في عدد ميجي ونلعبين في اليد وقمدة. قلت لي بس دار لنا زول نتكلموا معاه اسم جنو زول كبير. قلت لها والله أمي كانت قاعدة خلاص قابة تكلمت عيسى خلاص أخو قاعدنا جينا سنقرنا مشيت بعد كلمتها مرات خالي وزوجته. قلت لها أم الحسن، قلت لي أيوه هنادي محمد ده مضروب. قامت قالت لي مضروب؟ قلت لها أيوه. قمنا جينا بجاي ياهو زي الساعة اتنين كده ده حتى أكدنا الخبر، قال لنا محمد ده اسمه مضروب في الرأس ويتوفى. ده الحاصل. اتكلمينا شوية عن محمد. محمد ده أصغر مني زي ما قال بعشر سنة، يمكن زي الأكبر مني بيهديني وبتكلم معي وقاعد معي قبل رمضان يتكلم معي، قال لي يا أولاد كده يعني بتابع الشلليات وشنو ما بيعرف ومدى علمي متدم القروش كده يعني بحكي لي بيتكلم معي وبيهديني وبيهدي أولادي. ربنا يرحم ويتقبل محمد. برضو معانا جار يمكن يكون قريب لمحمد، برضو نتعرف عليه ويكلمنا شوية عن محمد. فضل الله عبد الرحيم، فضل الله الحمد لله على كل حال. محمد ممكن تكون فقدته أمه وفقدته أخوانه وفقدته الجيران، وأنا على المستوى الشخصي ممكن أكون فقدته بشكل خاص. أكتر شيء هزاني فقدت محمد في الصبح، رغم الظلم والعتمة كنا بنمشي سوا وبنجي سوا، اتلقيت الخبر طلعنا سوا من هنا عندنا عمنا هنا شجعناهم وجينا المغابر. محمد ده معانا سوا، آخر لحظة شفته فيها هو كان جوا المغابر بدفن في عمنا. كلام ده يوم خميس لحد الساعة 8:30 كنت أنا معاه سوا. جينا راجعين من المغابر في ضرب حصل ونحن في المغابر، هنا جينا يزول مشي في اتجاهه، جينا هنا ملخومين مع الوفا بتاع جارنا ده اللي هو عمنا وأبونا برضو.
حوالي الساعة واحدة كده ظهر قالوا محمد انضرب. مشينا مع أمه دي ومع أخته زهرة، جينا راجعين وصلنا لحد قريب الصلاح الطبي، قالوا محمد ده كويس، جينا راجعين كان في ضرب برضه هناك، جينا راجعين قبل ما نقعد كويس قالوا محمد يتوفى. فمحمد غايته لو قدرت تتكلم عن محاصم وعن قصائد ما بتقدر. قبل شوية نحن في البيت كنا ماسكين سيرته، ما كنت عارف انه في غناء هنا جاية ولا عارف غناء الجزيرة جاية. دي احدث صورة لمحمد، ده في نفس العمر ده. فبس الناس تقول الحمد لله. فبنوجه الموزولين الصراع له من اجل الكرسي، فبعد شوية بكون ما في شعب يعني يتحكم، والصراع من الشعب يبقى زي محمد ده رحل تاني ما في بيكون في شعب. حتى احنا عندنا بقينا تاني ما بقينا يعني خايف من الموت. انا دايما قاعد بره هنا بتكلم بقول لهم ان احنا تاني ما احنا نخاف على، لانه اصلا امثال محمد ده رحل وتاني تتخاف من شنو. واحنا الحمد لله رب العالمين يعني ممكن يكون اولادنا اكبر من محمد، محمد ممكن ده اولاده عمره 9 سنة. يعني احنا وفاة محمد خلتنا بقينا الموت بقينا انا ما افضل هنا بخاف من الموت، لانه محمد اصلا هو يعني وضعه كده ممكن يكون اسوء من وضعنا احنا، لانه امه محتاجه له، اخواته محتاجه له، اخوانه محتاجين له، ولده محتاج له، شيء كده هو محتاج له. محمد ما في وضعه كده بيختلف من وضعنا احنا. يعني كان الموت ذاته بشاير ممكن انت تقول يا اخي في ناس ممكن يرحلوا ويبقى هو للظرف اللي هو فوق وللوضع اللي هو فوق وللانسانيه اللي عنده وللاجتماعيه اللي هو عنده. وانا زي ما قلت لك انا محمد لما جابوه هنا جسمان في البيت كنت صاير عشان امه عشان اخواته عشان اخوانه الصغار عشان زوجته بتملكت اعصابي. ولما شيعوا انا مشيت شيحته برضه كنت صاير وكنت ملاك اعصابي، لكن اللحظه ما قدرت اتمالك فيها اعصابي هي لحظه المسجد، لان انا ومحمد بنمشي المسجد الصبح 3 الصبح. اللحظه دي كانت دي اصعب كانت لي مرحله، وما بنقول الا محمد ربنا يرحمه ويغفره ويجعله في اعلى عليين. وقناة الجزيرة جزاكم الله خير وكتر خيركم وشرفتونا في دارنا البسيطة ودارنا العامرة، جزاكم الله ألف خير. شكرا. ومنا برضو معانا شقيق المرحوم، نتعرف عليك. إسماعيل هذا أنا أخو المرحوم. إسماعيل كده يحكي لنا شنو ما يحصل. انا من طبعا سعيد الصباح مدخر اليوم الاستشهاد فيه. صحيت طلعت من الغرفة دي وكان قاعد برا هنا بتوضى وكان طالع، فسألته قلت له انت طالع ماشي هنا؟ الله يخليه له شغال برا قريب المايك هاي. ف طلع كان ماشي على الشغل، قلت له هالوضع كيف؟ بس تلفونه ما كان قاعد يرد، وصلت كذا مكالمة ما كان قاعد يرد. ف عيسى اخويا انا قعدت مسافة كنت ما اتصلت على عيسى ذاته تلفونه ما قاعد يرد، قال ليش هل تلفون امي؟ اتصلت على تلفون امي برضو ما قاعد يرد، قلت امشي احصله. لقيت ناس فضل الله جو راجعين، قال لي ما حيخلوك تمشي، نحن اسمه مشينا وما خلونا نخش، خلي عيسى بس يكون معه. فأنا قمت قعدت تاني شوية كده قلت خلينا مش برضو، بس احتمال خلونا أخش بس بأي طريقة، ألقى لي طريقة أخش معهم. قال لي ما في داعي تمشي وكذي، بس البيت هنا كلموني قال لي سي فضل الله ضو جو ما خلوهم يخشوا وكذي. أنت مشيت قاعد هنا مع ناس جارنا هنا صاحب من الناس جابر ديل قاعد نعم في الديوان. فاتصلت لي خالتنا في كادوغلي، كان معاها أخوتها، كان معاها أهلها سوا في السلاح الطبي. فقامت صبرتني، اتصلت لي إسماعيل كيفك؟ قلت له الله بخير الحمد لله. لي الأولاد المودة واحد صبرتني كويس، حتى بعدين جابت لي خبر وفقت لي أخوك ده يستشهد. قلت لي حاليا ما لقى أعصابك، ما تكلم ناس البيت،
لا حاليا لحد ما يجهز بالمرة. في زول حيتصل لهم، اتصل لأمك صبيرة زي ما هسه أنا اتصلت عليك، وقبل ما يجيكم مفاجأة كده. أمك كبير احتمال تخش في حاجة نفسية ولا كده. وتلا كويس يوم إذا قعدت معها ما قدرت أطلع من من الديوان بغاية بتاع ناس جيراني، قعدت غايته بكيت قدرتي لما ملكت نفسي الحمد لله. حتى بعدين جيت قبل ما أصل تقريبا اتصلوا لهم كلمهم في البيت هنا. ما حنقول محمد فقدناه، لا حنقول مات. ربنا قال لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، قال ما تحسبوهم أموات، ما أموات بل أحياء عند الله. بس نقول الحمد لله محمد مات ميتة مشرفة، كان دائما إنسان حقيقي. حتى أنا أصغر منه كنت مع الطيش بتاعي بختلف معه كثير، بختلف معه في حاجات كثيرة، لكن في النهاية ويبقى أخويا الأكبر مني. أنا بتنازل وبسكت، حتى لو أنا كنت غلطان وكو أنا غلطان أنا بتنازل إنه أنا كلمة أخوي ما بلقى. أنا ما حضرت أبوي، لكن أخو أرياهو كان زي الأب يعني. ما أنا من كنت صغير ما خلانا كلنا غايته، بس ما نحن نحمد الله بس الحمد لله. ما في حاجة نقول غير الحمد لله، ربنا يرحمه ويتقبله، عنده أصلا ما غالي على ربنا. الحمد لله رب العالمين. أقول شنو للأطراف اللي بتتصارع بي؟ والله نقول لهم كفاية، هم زي ما قلت أطراف، هم مش أطراف، هم نفرين بتقاتلوا عشان سلطة، عشان أي واحد دار سلطة لنفسه. يقول يعني السلطة أنت دايرها لنفسك، كتل بها أولاد الناس دي كلها، يا حسبنا الله نعم الوكيل فيكم، اتقوا الله شوية كده، كفاية يعني الناس أنتوا المجازر والناس الغرى والأبتوة دي كلها، لسه ما كفت قليلكم، يا أخي اتقوا الله في الناس. السلطة دي بكرة بعد بكرة حتموت، يعني السلطة دي حتمشي وين؟ الناس اللي كتلتهم ديل يعني ماتوا في سبيل حاجة ماشيين وراك بس يعني. غادي نقول لهم هدوا النفوس وقفوا الحرب، الحرب دي وقفوها، الحرب دي وقفوها، بس تتوقف بس هنا ده، بس في مكاننا ده كفاية ناس تفقد أرواحها وكده. الحمد لله الحمد لله. لسه متواصلين معكم في هذه التغطية، ونحن من داخل منزل الفقيد محمد آدم. هو فقيد الوطن، هو يعمل بقوات الشرطة أو شرطة مرور ولاية شمال كردفان. استشهد إثر الاشتباكات اللي دارت بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وكانت الإصابة في موقع الشرطة أو موقع الأوسط. يمكن معانا زوجة الفقيد نتعرف عليها وتحكي لنا الحصر شنو. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، ونقول الحمد لله على ما أراد الله. أنا هنادي بعد هنادي وادي محمد باش، زوجة الشهيد نحسب عند الله محمد آدم أحمد خميس. الحمد لله على ما أراد الله. والله يا أخي هو يوم 20 أبريل الصباح كان عندنا جارنا يتوفى، وطلع الفقيد وبعد ما جاء من المغابر كان في ضرب حاصل شديد. قمت قلت لهم الضرب ده شديد، انت ما تمشي الشغل الليلة. قال لي انت ماسكة ولدك ده وخايفة، البلد دي فيها كم ميرة زيك وفي كم طفل زيك قاعدين خايفين، ده واجبنا احنا، ما في حياة بتخلينا احنا نقعد في البيت. على كده هو طلع وكان يوصي الوصايا المعروفة. والله هو ممكن الناس دي كلها تتكلم لك خير وتحكي لك عنه، لكن انا بالذات
ما بقول لك بقول إني شهادتي مجروحة فيه، لكن كان الحمد لله نعم الزوج ونعم الأخ والصديق. يعني مهما عدت أنا ما بوصف لك هو كان شنو، ما بوفي لك حقه. نقول الحمد لله يعني على كل حال. اللي هو طلع بعد ذاك كان الضرب شديد، يعني كنا متوترين ومنتظرين خبر إنه نسمع حاصل شنو تلفونات. وبعد شوية جانا خبر إنه كان في إنه في إصابة، وإصابة بسيطة. يعني أحيانا يعني الخبر إنه زول بيكون عارف، لكن خبر زي ده ما بينقول لك، إنه يقول لك طوال إنه زول ده استشهد ولا حصل، يخفف عنك شوية إنه حاصل كده حاصل كده. في النهاية أيوة عنده علي اللي هو عمره 11 شهر، علي محمد آدم. نخلي المسؤولية إن شاء الله وصى وربنا يقدرنا على إن شاء الله، نحسبه إن شاء الله شهيد وما فقدنا برانا. يعني البلد فقدت كثير، فقدت كثير. والله يا أخي أقول لهم إنه السودان عانى كثير، والناس بتتسارع في حاجة إنه يعني مهما طال الزمن زول، يعني حتى لو أنت حسبت مسألة حسابية ساي أنت بتعيش كم، يعني 100 سنة 150، في النهاية أنت بتمشي تخليها. الناس عانت وفقدت وأرواح والناس في أيام يعني أيام حرم على الأقل. يعني أنت حتى لو زول يقول لك ده مؤمن وده مسلم، أنت مسلم بتقول لا إله إلا الله، مفروض كده يعني تشوف أخوك المسلم، تشوف الأطفال. يعني المشاهد اللي بتحصل دي لازم الناس يعني على الأقل زول قلبه ويريك، الناس تقعد على الأرض تشوف الحاصل شنو، بالرغم من إنه يعني البلد اتدمرت والناس اتدمرت وأي حاجة، لكن بيقولوا تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. يعني الناس برضو تحاول ترجع، تحاول تصلح إن شاء الله. شكرا زوجة الفقيد محمد آدم. برضو معانا خالته، نتعرف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أم الحسن مكتية، أنا زوجة خاله، لكن باعتباري أمه الثانية زي ما هو بيقول لي كده. بقول أي محل نمشي معه، مجتمعات بنمشي مع أصحابه، بقول لهم دي أمي الأولى ودي أمي الثانية. محمد فقد ما بيتعوض أبدا، ما بيتعوض والله. ولد احنا فقدنا انسان كان قعدنا 10 سنين ما نقدر نتعوض. محمد ما قدرنا، ما في زول تاني بقدر بعوض محلات محمد. انسان اول حاجه دقي، انسان صلاي، انسان نصوح، انسان ود ناس. يعني كان الحين دي كله هو صغير في السن، لكن الناس دي كلها بتستعين به في اي مشوره محمد فيها، كانه زي ما قال عمره مئات السنين. يعني هو عمره كله اقل من تنسى، لكن الناس هو باعتباره الحين دي كلها باعتباره هو زي شيخ الحله. اي مشكله محمد خاشي فيها بحله. يعني محمد فقد ما هين كله. انا قاعده هناك، امي قاعدين، انا وامي قاعدين في البيت بغادي. جانا يا خالتي انا ماشي، قلت انت ماشي يا محمد؟ قال لي انا خالتي ده. قول لي اسي قالوا نجي. قلت له ولدي اقعد الحرب داري. قال لي خالتي احنا رجاله، احنا قادره. شفت شال الشنطه ومركبها، سبحان الله. احنا قاعدين نص ساعه بس، جوني جارين بهناك يا خالتي. يا خالتي محمد انضرب، محمد انضرب وبين. قال لي والله جيت بهنا، جيت الناس دي يا جماعه محمد انضرب وبين. قال لي محمد انضرب في راسه، اول شيء قال لي انضرب في رجله وفي يده. وقعدنا نمهم، استقبلنا الخبر بحزن كده، ده انه مضروب، ونسال الله انه يقوم لنا بالسلامه. بعد ساعه جانا الخبر انه محمد استشهد، ولا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبي الله ونعم الوكيل. الخبر قد تقبلناه، وفي البدايه يعني انزعجنا شديد، لكن الحمد لله رجعنا لربنا واستقبلنا الخبر. ولا من جاء هنا وشفنا الجثمان وشيعوه الناس، والحمد لله على ما اراد. يا محمد فقد ما بتعبد، لكن الناس المتنازعين دي لولدي، الناس دي ترجع لربها. حمد سوداني، البرهان سوداني، بتنازع في شنو؟ لو كانت قبائل مختلفه لكان السودان مس، يعني الناس كلها سودانيين. لا داعي للاشتباكات، الناس ماتت ورام كثير، اطفال تلوعت، الاطفال صار الاطفال وين تحت السراير النايمه، الاطفال تحت السراير النايمه. يعني احنا اسف من نسمع طلق كنت تسال، احنا يعني ما في زول لسه يستقبل الوضع ده منهم. الناس ترجع لربها وترجع لانه احنا سودانيين، احنا في النهايه ناس سودانيين، احنا سودانيين وناس مسلمين. يعني الشهر عظيم،
سبحان الله ولا حول قوة إلا بالله ولد ربنا يتقبل محمد آدم وين حسن إن شاء الله إن إله وإن إله راجعون إن شاء الله ربنا يتقبل محمد آدم. كنا معكم في هذه التغطية الخاصة من قناة الجزيرة، حاولنا إنه ننقل الواقع زي ما هو. ممكن دي أسرة الفقيد محمد آدم، الفقيد يعمل بقوات الشرطة وشرطة المرور، له الرحمة له المغفرة. زي ما شاهدنا إنه هو كان يعني زول ما شاء الله عليه، بشهادة الجيران وبشهادة الأصحاب وبشهادة ناس البيت، وهو كان أحد ضحايا هذه الاشتباكات اللي دارت الأيام الماضية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة. ختاما لهذه المساحة، نزل الله سبحانه وتعالى إنه يلطف بأهلنا في السودان. Thank you.